بابيلا، مقبرة بابيلا. حتى القبور والأموات لم يسلموا من قصف هذا النظام الهمجي والبربري. أيضا الأموات أصبحوا يزعجون بشار الأسد ونظام بشار الأسد، ولذلك يقصفونهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.